أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة جديدة من ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، وهي مبادرة تنظم العمل المرن للمواطنين الراغبين بالعمل ولكن بساعات محددة على حسب طبعا ظروفهم الخاصة لاكتساب الخبرة في القطاع الخاص ومن خلال عقود مرنة. اليوم حنتكلم عن هذه المبادرة ونعرف أيضا تفاصيل أكثر عنها مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة قاروب اللي منورتنا اليوم. أهلا وسهلا فيك فاطمة، منورتنا. أهلا وسهلا بك. طيب بداية حابين نعرف إيش الأسباب اللي دعت لإطلاق مثل هذا النوع من المبادرات، وأيضا كيف يمكن للأفراد الاستفادة منه؟ استكمالا لنقاشك في البداية ومداخلتك، إنه هو فعلا هو برنامج أطلقته مؤسسة وزارة الموارد البشرية، أطلق من فترة. طبعا الفائدة منه إنه هو بيعطي مجال للطلاب ويعطي مجال لموظفين القطاع الخاص أيضا، ويعطي مجال لأكثر من وظيفة بعدد ساعات أقل في نفس الوقت. ولكن يعني إيش الهدف الرئيسي من مبادرة العمل المرن ومن القطاع المستفيد منها؟ الهدف الأساسي إنه هو أنا بأرفع نسبة التوطين والتمكين وأخفض نسبة البطالة. عندنا نسبة البطالة عالية، فالبرنامج هذا تقريبا ساعد أكثر الناس اللي بالذات الطلبة اللي حابين إنهم يشتغلوا، بالذات اللي عندهم خبرات وتكون عندهم خبرات أعلى من مؤهلاتهم العلمية، وكمان بيخدم جانب الطلاب عندنا في الجامعات إنهم يقدروا يستخدموا العمل المرن والعقود المرنة في أداء مهامهم الوظيفية بجانب أي عمل ولا بجانب الدراسة وما إلى ذلك. وأكيد بتمكنهم من اكتساب خبرة قبل التخرج، فحيدرسوا سوق العمل وحياخذوا خبرة كبيرة جدا في هذا المجال. بالنهاية أتكلم عن الطلاب، حياخذوا خبرة قبل سوق العمل، وهذه ميزة مرة جميلة. ولكن أيضا برضو أنا أقدر أكتسب عدد من الخبرات إذا أنا كنت موظفة. فلنفترض أني أنا مثلا هاوية التصوير وأنا خريجة إدارة، فأشتغل في الإدارة إدارية، ولكن أشتغل في شركة إدارية، ولكن مهنة التصوير ممكن أشتغل فيها بعقد مرن في شركة أخرى بعدد ساعات أقل في شركة تانية. عندي مثلا مهنة ثالثة، عندي هواية ثالثة. فالعمل المرن والعقود المرنة تقدر تخلي الواحد يكتسب أكثر من خبرة في أكثر في عدد من المجالات. ما عندنا عدد محدود من المهن في جميع المهن في وقت واحد، ولكن بشرط أنه ما تتضارب الأوقات مع بعض. هذا هو الأهم، لأنه في ممكن منشآت ترفض أن الموظف اللي يشتغل عندهم أنه يشتغل في مكان ثاني مثلا. وفي شركات رحبت كثير، بتقول لك الموظف عندي بيجلس 8 ساعات وتقريبا الساعات الفعلية اللي بيشتغلها عندي 3 ساعات. فالعقد المرن أيضا هذا ساعد المؤسسات والمنشآت في أني أنا أوظف في خلال الثلاثة ساعات، تجي بس تعطي مجهودك في الثلاثة ساعات للموظف المكلف بها، ويروح لعمل تاني بعقد مرن تاني في شركة أخرى خلال يوم المهني. جميل. طب مين الأفراد اللي ممكن يستفيدوا من هذه المبادرة بالتحديد؟ مين حيستفيد منها؟ حيستفيد منها الطلاب، حيستفيد منها موظفين القطاع الخاص اللي هم أصلا موظفين القطاع الخاص، وبشكل أكبر السيدات. أكبر جزء السيدات اللي هم حينبسطوا من الشغلانة هذه، لأنها تعرف المسؤولية السيدة بالمنزل عندنا في الوطن العربي أيضاً. الأمهات بالنسبة لهم أني أنا أطلع أشتغل 3 ساعات يعتبر كعمل مرن في عدد من الشركات، واللي فيه ميزة سهولة أني أنا أقدر في فسخ العقد في, 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 في الخروج من الشركة. فطبعا نقدر نقول الطلاب، نقدر نقول موظفي القطاع الخاص والعاطلين على العمل. طب هل المنشآت أيضا يمكن أن تستفيد من هذا النوع من المبادرات؟ طبعا إحنا عندنا المنشآت، عندنا المنشآت الكبيرة والمنشآت الناشئة. عندك لما تيجي مثلا نقول شاب فتح له كافي، أوكي، فصعب إن نقول لك والله كافي أنا أحتاج موظفين، شغل بس اثنان من الموظفين يشتغلوا معي. فبيقول لك أنا صعب إني أنا أوظف كامل دوام كامل وأعطي موظف دوام كامل، فهذا ممكن يعجزه في بداية نشأته للعمل اللي هو فاتحه. فبيقول لك المنشآت الصغيرة والمنشآت الناشئة البارت تايم، لما يتوزع البارت تايم على عدد من الموظفين خلال اليوم طبعا بيخف كاهل صاحب العمل في الموضوع ده، وبنفس الوقت حيقل الراتب طبعاً، لأنه عدد الساعات قلت طبعاً. فأنا أشوفها صراحة ميزة جميلة جداً، وأيضاً لها مزايا أخرى إيجابية خلينا نتكلم عنها. طبعاً المزايا الأخرى، طبعاً أنا بأطلب موظف غير ما عنده كفاءة، بالذات في بعض المهن كثيرة أنا ما أحتاج كفاءة، أحتاج خبرة.
يعني ما احتاج مؤهل عالي زي الحين يقول لك في بعض المهن احتاج بكالوريوس احتاج مؤهل جامعي واعلى. زي ايش المهن مثلا؟ خلينا نعطي امثله للمهن. نقدر نقول الباريستا، نقدر نقول المصورين، نقدر نقول قطاع الاعمال في المبيعات، في مجال المبيعات الماركتينج والماركتينج والتسويق والديزاينر، لانه في عند ناس ما عندهم شهادات بس عندهم خبره صح ديزاينر بالفطره، فبتقول لك هذه مو شرط اساسي انه انا يكون عندي مؤهل ديزاينر عشان اني انا اشتغل ديزاينر. فهذه صراحه استفادوا منها فئات كثير، ربت بنت الشغف عند الشباب انهم يمارسوا هواياتهم في مهن معتمدة. طب هل هذا مثلا نوع من العمل ممكن يساعد أيضا في صقل مهارات الشخص لتأهيله لسوق العمل واكتساب أيضا الخبرات والأهم من ذلك؟ هو احنا ما نقول إنه هو حيسقل، هو أصلا ودائما دائما في العقد المرن أنا بأدور الخبرة. صاحب العمل يقول لك أنا ليه فتحت البارت تايم، أنا بأدور خبرة، يجيني واحد خبرة ما يديني، ما طبعا ما في فترة تجربة، ما في فترة تجربة، وما في اللهم صل عليك رسول محمد، ما في إجازات، وتضم كمان الميزة فيه أنه هو يدخل في نطاق التأمينات الاجتماعية، فبيقول لك أنا ما أحتاج موظف يجيني أدربه، أنا أبغى موظف جاهز للعمل لدخول سوق العمل المرن. الله. وطيب السؤال المهم اللي أبغى أعرفه، يعني هل يمكن لأن يعمل الفرد الواحد بنظام العمل المرن في أكثر من شركة في نفس الوقت أو في جهة واحدة مثلا فقط؟ احنا قلنا عدم تضارب الوقت الزمن. في بعض الاحيان عندنا عمل مرن بس عن بعد، اي طيب عن بعد، فممكن انا مثلا في عمل مرن على يقول لك تشتغلي اكثر من 10 مهن، تشتغلي اكثر من 10 مهن بعقود مرنه لا منتهى من العقود المرنه، ولكن لا تداخل في الاوقات الزمنيه. وطبعا العقد المرن ما فيه اي شروط او شرط جزائي او لا. مثلا عقد مرن وجدا محكم لانه من وزاره الموارد البشريه، في منصه في الموارد البشريه منصه خاصه بالعقود المرنه للعمل المرن. طب يعني مثلا هل عدد الساعات او عدد ساعات العمل في اي منشاه محدده ولا بتكون مفتوحه؟ 95 ساعه في الشهر. 95 ساعة لا يزيد عن 95 ساعة في الشهر. يلا فاطمة، يعني كم في اليوم؟ ما يزيد عن 95، ما أقدر. ممكن يوم يجيني 3 ساعات، ممكن ثاني يوم يجيني 4 ساعات، ممكن ثالث يوم يجيني 5 ساعات، أهم شيء إنه ما يتجاوز 95 ساعة. مو 8 ساعات في الأسبوع، ماكسيموم في الشهر للموظف القطاع العام إنه هو 8 ساعات في اليوم، أكثر من 200 ساعة في الشهر، لا هنا عدد ساعات معينة ما تتجاوز ال 95. يعني بس الموظف في العقود المرنة ممكن 95 في 5 شركات، في 3 شركات يشتغل 95 ساعة ما يتجاوز، يعني ممكن 50 ساعة بالعقد المرن بالتفاهم بين صاحب العمل والموظف. طب يعني هل تنصحي بالفعل الشباب والشابات أنهم يقبلون على هذا النوع من العمل؟ أنا أنصح في مجال الشغف، في مجال الشغف، إذا أنت عندك شغف لمهنة معينة، لمجال معين، لموهبة معينة وتبغى تغذيها وتبغى تنميها، ولكن مؤهلك العلمي ما خلاك أنك أنت تدخل تربي الشغف زي ما قلنا، الديزاينر، التصوير، الباريستا، التسويق، بس هو ممكن تكون دراسته، بعضهم الترجمة يقول لك أنا ممتاز في الترجمة ولغتي مرة بيرفكت في عدد من اللغات، ولكن أنا إداري، ولكن أنا محاسب. ممكن أنه هو يستغل الجانب ده في أنه هو يشتغل في كم قطاع في مجال الترجمة. بالعكس هو جدا جميل، وزي ما قلت لك دعم التوطين والتمكين ورفع نسبة العمالة عندنا وخفض نسبة البطالة، وهذا البرنامج ساعد كثير من الشركات أيضا، يعني حتى الشركات استفادت زي ما استفادوا كمان الموظفين. أكيد طبعا، ولكن ممكن يجوا بعض الشباب والبنات يقولوا طب ليش نحن نشتغل في وظيفة مثلا 8 ساعات أو 7 ساعات في اليوم والراتب راح يكون أكبر، خصوصا إذا كان عندهم الشغف في مثلا هذه الوظيفة وحابين أنهم يعطوا كل وقتهم لهذه الوظيفة فعلا. هنا إيش تقولي لهم؟ طبعا أنا صراحة من مؤيدين العمل المرن والعقود المرنة. أولا أنا ما بتحكم في الموظف في يومه، يعني خلاص مجرد ما خلصت 3 ساعات صح الموظف 8 ساعات برضو أنا ما أتحكم في يومه، بس إنه أنا لما يكون عندي أكثر من عقد بأكون خبرات عالية، بأكون خبرات في أكثر من قطاع، في أكثر من جهة، وبزيد مستوى دخلي. طبعا لما أنا يكون عندي في اليوم بشتغل هنا 3 ساعات وهنا 4 ساعات وهنا 5 ساعات وباخذ جزاء من هنا وجزاء من هنا وجزاء من هنا، غير لما انا اشتغل 8 ساعات وباخذ جزاء واحد نهايه الشهر. وربت خبرات في عدد من القطاعات، طبعا السي في حيكون جدا محترم، وحاكون مطلب لاي احد
لما اعرف انه هذا السي في حقه اشتغل في اكثر من قطاع في عمل مرن راح يغريني، راح اعرف انه البني ادم الموظف حابب انه هو يشتغل. طب فاطمه خلينا نحمسهم اكثر، يعني مثلا هل الرواتب محدده تحت نظام العقد المرن تبدا من راتب معين او غير محدده؟ لا احنا على حسب المنشاه، على حسب المنشاه طبعا. احنا في نظام الوزاره بانه دخل في نظام قطاع التامينات فيبدا من 3,500، هذا معروف ما دام انه دخل في نظام التامينات، وهذا اللي يحمي حقوق الموظف. انه 5 ساعات في اليوم، يعني 95 ساعه في الشهر، وتاخذ 3,500، تخيل يعني راتبك في اليوم ممكن يوصل 12,000، يعني هو جميل في الشهر يعني. هذا بالنسبه للواحد اللي اخذ له كم عقد مرن، عقد مرن بالضبط. بالنسبه للمراه اللي عندها اسره بتقول لك 3 ساعات، انا جدا تكفيني 3 ساعات في اليوم، اروح اشتغل واخذ 3,500 واجلس وبقيه يومي كله مع اسرتي ومع عائلتي ومن معهم الاخرى. صحيح، هو جدا جميل صراحه. صح، اتفق معك. انا اتمنى انه كل الشركات يطبقوا ويحفزوا موظفينهم عليه، وانا اتمنى فعلا الطلاب والطالبات يبداوا يشتغلوا من الان عشان يكتسبوا خبره كبيره جدا. صح، بالذات اللي شوفي دحين في موظفين طلبه كثير يحبوا يشتغلوا، يفتحوا لهم ترك فود، يفتحوا لهم كافي، يفتحوا لهم مشروع خاص، اشياء مشاريع خاصه. فالعقود المرنه هذه حتعمل لهم مساحه قويه انهم يبداوا مشاريعهم الناشئه كمان. اكيد طبعا. شكرا لك فاطمه، نورتينا وشرفتينا اليوم، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا بعد الفاصل، لا تجعل حياتك مرهونه بالتخصص، اكتساب المهارات ضروره حياتيه.